مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا كنتوا تشوفوا القناة لأول مرة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس به كل فيديو جديد نهبطوا تشوفوه. وصفتنا لنهار اليوم عبارة على صابلي بالكابريس، راح يكون العجينة تاعو حشيشة وذوب في الفم. المقادير اللي نحتاجوها كالآتي: 40 غرام زبدة ريا، ملعقة نشاء ما يعادل 18 غرام، ملعقة ونصف حليب، نصف بيضة كاملة، 7 حبات كابريز، والفرينة به نلمو بها العجينة. نبداو بتحضير الوصفة. نحطو فيها الزبدة، الحليب، نضيفو الكابريز عليها، راح يكون الذوق تاعها رائع. درك نحطها على النار تذوب. النار لازم تكون هادية، ما نعلوش على النار وما تكونش قاوية، تكون على نار هادية ونخليها حتى يذوب الخليط هذا. حنا راهو ذاب الخليط تاعي، شوفوا كيفاه يكون. درك نحطو على جنب. نجيب الإناء، نحط الخليط في الإناء. هنا راني خليته برد شويه، ما نجيبوش طول سخون باش نقدروا نستعمل الايد. نضيف البيض، نشا، نحرك المكونات حتى الكابريس. راهو الثمن تاعها ماهوش غالي، راهي رخيصه، على كذا نستغلوها مره على مره في القطوات اللي رانا نديرو فيهم. هنا نضيف ملعقه تكون صغيره كراميل، اللي ما عندهاش تقدر تستعمل الفاني عادي. نبدا باضافه الفرينه. حنا توجور ما نتقيدوش بالفرينه الكميه اللي راني نستعمل فيها، خاطرش كاينه فرينه تشرب وفرينه ما تشربش. نضيف الخميره ونحرك. هنا راهي جمعت معايا، حاول قاوم تلاجينك كيف يكون، وحتى لونها ما شاء الله تحصلوا على اللون البني فاتح. درك راكم ولفتوني، توجور حلوا العجينه على كيس بلاستيكي، نرشوا بالفرينه ونبدا نحلها بالحلال. احنا الكميه اللي استعملتها راهي صغيره، جست حبيت نوريكم موديل تاع الكاطو، تقدروا انتم تضاعفوا الكميه. انا هنا اخترت الطابع تاع القلب، وكل وحده واش تحب تقدروا تغيروا الطابع كيما حبيتوا. فالسم كيفاش، والكيس بلاستيكي سهل لنا العملية كي نهزو الحبة. شوفوا كيفاه، أنا كملت طبعت كامل الحبات، هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه. درك نحطها في الفور الطيب ونرجع نكملو باقي الوصفة. الكاطو طاب، شوفوا كيفاه يكون. أنا حبيت هنا نلصقها بالطوفية كراميل، كي لاحظتو راني كي درت العجينة ما درتش فيها السكر، اعتمدت غير الكابريس اللي ذوبتها مع الطوفية كراميل والكلاصاج تاع الشوكولا، نوزنو كمية السكر والحلاوة تاع الكاطو تاعنا. في هذه الأثناء أنا راني وجدت هنا الشوكولا مارون، لازم نقصوها بهذا الشكل تكون رقيقة ونحطوها تذوب على حمام مائي. هنا الشوكولا راهي ذابت، شوفوا كيف تحصلنا عليها. في هذه المرحلة نضيف لها ملعقة تاع زيت ونحرك. هنا دور الزيت انه يخليها يجي الكلاصاج يلمع. درك نحطها على جنب ونبدا ندير الكلاصاج للحبات تاع الكاطو. نجيبو حبه الكاطو ونرميه فوق منها الشوكولا، كيف راه يلمع الكلاصاج. هنا راني استعملت شوكولا مارون، واللي تحب دير لها شوكولا نوار تقدر تبدل. لازم نسكترها مليح من الشوكولا ونحط الحبه تاع الكاطو. انا كملت درت الكلاصاج كامل الحبات، درك نخلي الشوكولا تحكم روحها وباقا نكملوا التزيين. لهنا الشوكولا راهي جمدت، شوفوا شكل الحبه كيفاه. نجيبوا العقاش هذا، راهو يباع في الاسواق. لهنا راني مذوبه شوكولا بيضاء، نضفت لها ولا اي اضافه. نحط الحبه نلصقها وندير خطوط بهذا الشكل، نزيد حبة أخرى. هذا هو الشكل النهائي للكاطو بالكابريس، شوفوا شكل الحبة كيفاه يكون. إذا عجبتكم الوصفة ما عليكم غير تبارطاجيوها مع ليزامي تاعكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باه كل فيديو جديد نهبطو تشوفوه. نتلاقاو في الفيديو القادم إن شاء الله.